الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. هي بالحق مناسبة طيبة جمعت الخطاطين والحروفيين وجمعت زادة كذلك الفنانين التشكيليين واللي يعملوا الكاريكاتير زادة كما سيرشيد الرحموني. ولكن يلزمنا نذكروا اللي فما مدرستين كبيرة برشا في تونس في مستوى الخط العربي الذي يخضع إلى القواعد الصارمة ويتفرع إلى نوعيات عديدة هي أصل تراثنا وهي أصل حضارتنا. هو الخط العربي، فما نجم نذكره سي عمر الجمني كان أحد المشاركين زاد ضمن هالورشات، وكذلك سي عامر بن جدو وهو كذلك أشهر من نار على علم، وهو كذلك اختص في إعادة دراسة والخط القيرواني كأصل من أصول الكتابة التي وفدت إلينا من الشرق لكنها حملت طابعا مخصوصا بالخصوصية القيروانية. لذلك نتحدث عادة عن الحرف القيرواني، فالحرف القيرواني لا يزال أصله ثابت وفرعه في السماء كما يقولون، ويذكرنا به الرق الأزرق، لا تزال بعض بقاياه في متحف رقادة أيضا تشير إلى علامة من علامات التفوق في الكتابة وفي الرقش وفي النقش وفي تقنيات الكتابة واستعمال الورق وأنواع الألوان التي سادت وهي في أغلبها ذهبية وكذلك تخضع لأخلاط معدنية كيميائية أيضا كان للخطاط وللرقاش السبق الكبير في استنباطها وفي تأليفها أو ربما في تكوينها حتى تنضاف إلى معالم الكتابة أصلا. قلنا انطلقت الورشة مع انطلاق فعاليات مهرجان ربيع الفنون في دورته 25، وشرفونا هؤلاء بالحضور، وهؤلاء أعلام أنا لا أضيف إليهم شيئا لأن شهرتهم تعلو الآفاق. أقمنا ورشات لتذليل الصعوبات من أجل استئناس أو ربما ترغيب الحاضرين في أن يتعلموا الخط العربي تبقى الكتابة تبقى القواعد طبعا لأنها مش مسيبة الأمور في الخط العربي، فما ضوابط فما قواعد. إلى جانب هما وفدوا علينا كذلك من أشقاء معناها من العراق ومن ليبيا، من ليبيا سي محمد الخروبي، ومن العراق من مشاهير الخطاطين والرقاشين والحروفيين حيدر الشيباني، كذلك من تونس جانا سي محمد مصدق، شاركت معنا كذلك الأستاذة الفنانة الرسامة نجيب عبين أيضا وهي كذلك تنشط نوادي عديدة في مركب الثقافي أسد بن الفرات، وكان جو ممتع جدا ولاحظنا إقبال ياسر وتشوف من قبل عديد الحاضرين المهتمين بالخط العربي، ولمسنا فيهم هذه الرغبة الجامحة كي يتعلموا، فوجدوا ربما ضالتهم في من يعشق الكلاسيكيات أو الخط العربي القديم بقواعده، فلجأ إلى الأخوة الأساتذة الكبار سي عمر الجمني وسي عامر بن جدو، ومن يريد أن يفتح أفق أخرى للحرف فأقبل على ربما تطبيقات الحروفية التي سعيت شخصيا في تقديم مثالين منها، وهي التي يأتلف مع الحرف يأتلف مع العمران، فالحرف قائم بذاته، أليس هو رمز من رموز مكونات المدينة، والمدينة هي الأخرى محضنته وهي التي احتضنته طول العمر وآنست غربته حتى سكنت وحشته، فجاء الأمر جليا باعتبار هذه التأليفة أو هذا التماهي ما بين الحرف العربي ككل والعمران الذي التصق به. كلنا إذن يدرك ما للحروفية من أنساق مختلفة في التطبيقات، فهي تنطلق أساسا من الحرف، والحرف علامة لا زال يحتفظ بسره ويحتفظ بإمكانيات تطويعه وتوظيفه والذهاب به إلى أقصى الدلالة التعبيرية، فهو باعتقادي وفي ملتي واعتقادي
أن الحرف جوال وهو أيضا صداح لا يألف الوحدة والوحشة، فهو يلتصق عادة بالمدينة وهو يحضنها كما تحتضنه. لذلك شرع النقاشون والرقاشون أنماط كتاباتهم على مقتضى ما يتطلبه عمران المدينة العتيقة التي تسخر بمثل هذه التطلعات الحروفية. لذلك حينما يستلهم الفنان أعماله من القيروان فهذا لم يأتي من فراغ، بل كرس جدوى المرجعية نظريا وتطبيقيا. فالمجال القيرواني يتسع للإبداع كما اتسع لاستلهامات الفنانين، حتى أن بول كلي حينما جاء إلى القيروان في بداية القرن الفايت انبهر بضوئها وبتشكل عمرانها بتلك الناحية، بتلك الصورة التي أليفها الفنان، حتى أنه يعرف، أصبح يعرف، تعرف أعماله التي جاءت بعد زيارته القيروان أصبحت تتسم بطابع خصوصي. قال فيما قاله بعد الزيارة، معناه يحكي على تغير منحى، لأنه انبهر بالقيروان. إذن فالقيروان تبقى ملهمة للخطاط وللرقاش وللفنان التشكيلي وللشاعر، كل يجد فيها مورده، كل يتلقى منها رسائل فيستسيغها وفتأنس ويأنس بها ويمضي في تشكل تصوراته للإبداع. إذن فالدلالات والتعبيرات منفتحة على مجالات واسعة. أينما كنا وأينما حددنا موقفنا من الحرف، كنا منطلقين معه حسب القاعدات أو كنا منصرفين في اتجاه حروفي يتشكل فيه المعالم وتنفتح الفسحات ولا يضيق المجال لتطويعه، فهو بالتالي مفردة تشكيلية تعي بوجودها وتنطلق في مسارات الحداثة، وهي تنطوي على كثير من الإمكانيات وتحمل جذور تطورها وأنساق تداركها لما فات، وهي بذلك تتجدد كلما أراد منها الفنان أن يتجدد معها فتؤنسه ويؤنسها. إذن هذه إطلالة على عوالم الحرف، هذه إطلالة على أنساق مختلفة، هذه إطلالات من نوافذ القيروان البهية نستأنس منها شذن وعطر من حروفها الوضاءة. وقد كشفت هذه الحروف ووشت بي وبحبي وبعشقي لها، فإذا بي أتدرج من حروفها إلى آفاقها الرحبة إلى أزقة المدينة هي مدن الوله. هل تأتي الحمرة قانية من غير توهجها؟ تسمو من خلف اللوحة نحو العشاق. من ذا الذي امتشق إصباحه؟ إن هو إلا أزرق رباني الطلعة يسمو في سلطنة الإشراق، يهفو يرتفع مثل سحابات ما إن أثقلها حمل من عطش الناس حتى انساقت للإخصاب. من ذاك الذهبي الجذاب؟ سيار يركب للمعنى، يطوي سبل الإلغاز، يبرق ثم يغني، زمن العسرة ولا تبورف في الزهو نيسرك لليسرى. وشكرا جزيلا على ما أتحتموه لي بهذه الفرصة السعيدة كي ينطلق الحرف وانطلق معه في هذا المتاه الجليل، ويبقى الحرف حمال أوجه تماما كالنص، وتعنيه المعاني وتغزوه المغازي، فإذا به يسيطر على المهج ويتخذ مناله من أرواح تشهق من شهقة بدئه إلى منتهى وصاله على اللوحة، على أفق تتسع لغواياته ولأحلام الفنان الزاهية، حين يستنشق عبيره وحين تزل به القدم أو تزل به اليد، فيأتي ما لا يمكن أن يأتيه غيره إبداعا وتجددا وتطورا.
الحياة فام. الحياة فام. زهرة الحياة.